الآن معنا من القدس المحتلة كاظم أبو خلف، المتحدث الرسمي باسم الأونروا بالضفة الغربية. أستاذ كاظم، أهلا بك على شاشة القاهرة. وفق أي معايير تصنفون أو توصفون منطقة معينة بأنها منطقة مجاعة، وما هو الوضع في غزة؟ مساء الخير. الوضع في قطاع غزة مأساوي بامتياز، هذا ما كنا نقوله وسنستمر في قوله، لأنه لا يوجد أي تحرك يوضع حد لهذه المأساة الجارية هناك في الجنوب من فلسطين. على كل الأحوال، هو يعني مراحل الأمن الغذائي أو المسح المتكامل لمراحل الأمن الغذائي يقوم به خبراء دوليون في هذا المجال، يصنفونه في خمس مراحل. وبعض التقارير أفادت بأن معظم سكان غزة تقريبا وصلوا إلى المرحلة الثالثة، وهذا على هذا يعني أن هناك يقوم بمسح 20% من العائلات في منطقة معينة. فإذا كانت النتيجة من 20% هذه ما بين 10 إلى 15% منها لديهم سوء تغذية حاد، فهم إذن دخلوا في المرحلة الثالثة. ولكن التقرير أيضا يفيد بأن هناك 677 ألف من قطاع غزة وصلوا المرحلة الخامسة. المرحلة الخامسة هذه آخر المراحل، وهي مرحلة المجاعة، حيث هناك يعني تكون نسبة من لديهم سوء التغذية الحاد تتجاوز 30% ممن يجري مسحهم. وبالإضافة إلى ذلك، يكون عدد من يسقط لصالح الجوع هو 2 بالألف كل يوم. فإذا كان 677 ألف دخلوا حسب بعض التقارير في المرحلة الخامسة، فهذا ينذر بالشؤم الشديد حقيقة فيما سيجري في قطاع غزة. وهذا ما كنا نحذر منه على الدوام، بأنه كنا نقول نقترب من مجاعة، ثم أصبحنا نقول هناك جيوب مجاعة، والآن طبعا نقترب من مرحلة يسقط فيها الناس بشكل يعني جماعي لصالح الجوع، عدا عن الحرب والأعمال الحربية. كيف ترد إذن أستاذ كاظم على ما نقله الإعلام الإسرائيلي نقلا عن المتحدث باسم حكومة باسم مكتب نتنياهو أوفير جندلمان، بأنه لا يوجد مجاعة في غزة وأن الأحاديث عن مجاعة هي مجرد أكاذيب؟ يعني هو بإمكانه أن يقول ما يود أن يقوله، ولكن بلغة الأرقام وحتى بالصور التي تبرزها كل وسائل الإعلام والتقارير عن الأمم المتحدة بمختلف فروعها، سواء كانت حتى برنامج الغذاء العالمي وكذلك اليونيسف وغيره، هي تفيد بذلك. وهناك خبراء يعني يضعون، لن يعني نترك احنا يعني كل الروايات والخبراء العالميين لصالح رواية إسرائيلية، خصوصا ما تذكرنا انه المتحكم بدخول المساعدات الى قطاع غزة هو الجانب الإسرائيلي حقيقة، وهو الجانب الذي كان يدخل قبل 7 أكتوبر 500 شاحنة في اليوم، فيما لا تتجاوز معدل الشاحنات التي تدخل في اليوم منذ 7 أكتوبر 90-95 شاحنة، وليتها حتى بانتظام حتى يتمكن الناس من التأقلم. بل إن أحيانا قد يدخل 4 شاحنات، أحيانا قد يدخل 200 شاحنة، ليست كلها محملة بالمواد التي تصنف على أنها أولوية كالطعام مثلا أو الدواء أو الوقود أو الماء، ممكن تدخل شاحنة محملة بالأوعية. يعني حقيقة يعني عمل ممنهج للتضييق على الغزيين، أي واضح جدا أن المجاعة ستضرب، واضح جدا أن المساعدات تستخدم كأداة من أدوات الحرب، بل أنها أيضا تستخدم كأداة من أدوات مفاوضات على ما نتابع في تقارير إعلامية مختلفة. طيب، حجم المساعدات التي تدخل أستاذ كاظم مقارنة بحجم الاحتياجات، وأتحدث هنا تحديدا عن الشمال حيث النقص الحاد في المساعدات الغذائية، الحجم أقل من نقطة في البحر سيدتي، لأنه الازدياد يعني الاحتياج يزداد، لأن المعاناة تزداد، وهذا يزداد لأنه لم تتوقف أعمال الحرب. كنا نتحدث عن 500 شاحنة قبل 7 أكتوبر، الآن هذا الرقم لم يعد مطلوبا، يعني نحتاج إلى دخول 300 شاحنة في اليوم الواحد طعام فقط لفترات طويلة. يعني نحتاج إلى إغراق إن صح التعبير قطاع غزة بكل المساعدات، لأنه الناس في كرب شديد جدا، والضحايا بالفعل تسقط. وكما هو معلوم ومتوقع، المجاعة تبدأ بنهش الأطفال وكبار السن، ولكن إذا استمر الحال على ما هو عليه، وبالإمكان تداركه بالمناسبة، سنرى يعني كبيرة من الناس تسقط لصالح الجوع وسوء التغذية. طيب أستاذ كاظم، أخيرا، هذه التضييقات التي تواجهونها والتي وصلت لحد منع المفوض العام من دخول غزة، وحتى من ربما المكان الذي تحدثنا منه لا زالت هناك احتجاجات، لا أعرف إن كانت مستمرة حتى الآن أم لا، ضد عملكم، كيف تتعاطون مع كل هذه الأوضاع والتضييقات عليكم؟ يعني هذه التضييقات يعني نضعها في سياق المحاولات المستمرة لشيطنة وكالة الغوث، و
مثلا ما كشفت صحيفة آرس بأنه تم إنشاء المئات من الحسابات الوهمية الهدف منها هو النيل من وكالة الغوث وشيطنتها أمام الرأي العام العالمي، هي محاولات لم تكن أبدا وليدة 7 من أكتوبر. حتى الآن أنا أستطيع أن أؤكد سيدتي أن المتطرفين من المستوطنين أو اليمينيين الإسرائيليين لا يزالوا حوالي مقر الأمم المتحدة التابع للأنروا هنا في القدس، وهو المقر الإقليمي، إذن هو مكتبنا الرئيسي. وأنا يعني قبل دقائق كنت أتحدث مع الحرس وأفاد بأن المتظاهرين لا يزالوا يغلقون البوابات علينا. شكرا أستاذ كاظم أبو خلف، ضيفنا من القدس المحتلة، المتحدث الرسمي باسم الأونروا، وشكرا جزيلا لحضرتك.